ممكن نعرف الخدمات اللي تقدموها للزائرين الإيرانيين؟ الخدمات، الأكل، الشرب، يعني خدمة الزوار، نخدم زوار الحسين واحنا خدمة زوار الحسين ان شاء الله. نعم، شلون يكون تواجدكم، صباحي مسائي؟ تواجدنا 24 ساعة. اي نعم. من يمتى بلشتوا؟ اي يوم؟ والله بلشنا احنا ان شاء الله من اليوم. من اليوم؟ من اليوم بلشنا، لان جاي عندنا شغل هنا، كملنا الموكب وموكبنا كملناه، ومن اليوم ان شاء الله نبدا خدمة الزوار. والله السنة حطينا هذا الموكب، صار لنا 13 يوم بخدمة الحسين. نعم، وصالك انت كم سنة تخدم؟ والله احنا من الطفولية الى حد الان نخدم الحسين اي بكاء، نأدي خدمة لزوار الحسين. زوار الحسين يرادنا بخدمة عظيمة. من الصبح ريوق والظهر غدا والليل عشاء، مستمرين يعني ما نعزل الموكب مستمر. يعني ان شاء الله ورا زياره. الخدمات اللي موجوده كما شاهدين تشوفين خيرات الله الموجوده لزوار الامام الحسين عليه السلام، ونبذل الجهد واللي نقدر عليه نوفره لخدمه زوار الامام الحسين عليه السلام. والله الخدمه يعني كل شيء متوفر الحمد لله اشكر، يعني ما يعني زار مش يعني شيء جديد يلقاه يحصل، الحمد لله كل شيء موجود الحمد لله. واي زوار يفوتون؟ والله واي، صلاه على محمد وال محمد، خاصه اليوم طبعا احنا صرنا 13 يوم ان شاء الله لحد ورا الزياره. Thank you.